ولتعليق ينضم إلينا عبر الهاتف عضو لجنة الخطة والموازنة ببرلمان 2012 الأستاذ محمد مسعد. أستاذ محمد مرحبا بك. إذن 18 مليار دولار حصلت عليها مصر منذ عام 2015، وكذلك قرض الكويت المقدر ب 26 مليار دينار كويتي، وكذلك استثمارات خليجية ومساعدات خليجية قدرت من 60 إلى 80 مليار دولار من 2013 وحتى 2015. إذن هي أموال طائلة، ما الداعي إذن للتقشف؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان هذا القائد الانقلابي توجه إلى الخليج في بداية انقلابه، وكان أول قرض حصل عليه من الكويت 4 مليار دولار، وحصل من السعودية والإمارات على 5 مليار دولار. تذكر حضرتك من أسبوع فقط أعلن محافظ البنك المركزي بأنه تم اتفاق مع الكويت على تأجيل سداد الأربع مليار دولار حتى لا ينقص الاحتياط النقدي، وكذلك تأجيل قبلها سداد 5 مليار دولار للسعودية والإمارات. كل هذه الأموال كشفت أن فنكوش السيسي بأنه رفع احتياطي النقدي لمصر، كله كلام أكاذيب. ويعني كما أنت رجل إعلامي وتعلم انه اكذوبة انه مصر فيها اعلام حر، الاقتصاديون يعلمون تماما ان البناء الاقتصادي المصري لا يمكن ان ينبني بهذا الشكل على القروض وعلى المنح وعلى الرشاوي، لانه بالتالي برضو بيدفع ببعض او بكثير من الاموال الى الدول التي سكتت عن انقلابه بشراء صفقات سلاح خاسرة وهكذا، وبالتالي هو اتجه الى الفقير لفرض الضرائب. وبينصه في البيان المالي اللي ارفق معه الموازنة اللي أرسلت إلى برلمان عبد العال على أنه سوف يتجه في المرحلة القادمة إلى الشريحة الواسعة من البائعين اللي بيأكلوا عيشهم يوم بيوم. 20,000 جنيه يدفع مقدما عندما يحاول يحصل على رخصة يبيع شيء معين في الشارع أو غيره. نعم نعم سيد محمد، هذا كله كلام جيد، لكن على الجانب الآخر عبد الفتاح السيسي وحكومته يقولون أننا نقوم بمشاريع استثمارية، أنشأنا تفريعات قناة السويس يعني بتكلفة 8 مليارات دولار، أنشأنا العاصمة الإدارية الجديدة، استصلحنا 1.5 مليون فدان. يقولون أن هناك مشروعات ربما لم تنتهي حتى الآن لكنها موجودة على أرض الواقع. نعم، كل هذه المشروعات التي نهبت أموال المصريين وعلى سبيل المذاق التفريع، هو نفسه اعترف وقال ان احنا يعني ما عملناهاش بشيء اقتصادي، لان اتضحت انها بتخسر كل سنه اكثر من 200 مليون دولار، واعترف بانها كانت بس لرفع الروح المعنويه. هو فعلا صدق في انه يقصد بانه كان الهاء للمصريين بان انا جاي كزعيم وعبد الناصر ومشروعات قوميه وكذا ونوع من الوهم والفكوش، لكن عندما اتضحت الحقيقه زي ما اقول لك انه هي تستطيع ان تخضع الناس بعض كل الناس بعض رقم، اتضحت الحقيقه وانهار المشروع، اتضح انها لا خسرانه. كذلك العاصمة الإدارية الجديدة اللي أنفق عليها المليارات والآن لم نرى أي بادرة، المليون ونص فدان اللي حاليا نشف النيل، وأصبحت مصر الآن بتعاني من إمكانية ري الأرض القديمة، مش مليون ونص فدان جديد حاليا، السجن والحول والغرامة لمن يزرع. طيب ما الحل الآن؟ الاقتصاد المصري مترهل كما يقول الاقتصاديون، هل الحل مثلا في زيادة أسعار الوقود والكهرباء للمرة الرابعة؟ الحكومة تقول أن هذا هو الحل، هل تتفق مع ذلك؟ هو طبعا حاطط في الموازنه الجديده خفض للوقود بالذات اللي هو 25 مليار من 110 ل 85، 25 مليار انخفاض في الوقود اللي هيزود الاسعار على الاقل بنسبه 30%، لان مكون الوقود كاداه عنصر بعناصر التكلفه وكوسيله لنقل المنتجات هيزود الاسعار بنسبه 30%، يعني اصلا المواطن مسبوح في هذه الاسعار وسوف تزيد عليه الاسعار، ثم تفرض عليه ضرائب جديده تطال الجميع، ثم برضه القيمه المضافه هيخترع موضوع الفاتوره الالكترونيه وهكذا. فبالتالي المواطن المصري اصبح في مطحنه، مطلوب منه 770 مليار جنيه سداد ضرائب حتى يتم سداد الفوائد اللي وصلت 541 مليار في موازنه علي عبد العال، في موازنه المدير الماليه اللي ارسلها علي عبد العال 541 مليار، يعني المصريين شغالين بيطحنوا في انفسهم لصالح الدائمين لمصر. كما أنه طبقا للإحصاءات الأخيرة مطلوب من الدولة أيضا تسديد ما يقارب مليار جنيه يوميا لسداد الديون الخارجية. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد مسعد عضو لجنة الخطة والموازنة في برلمان 2012، كنت معنا عبر الهاتف.